أبو جمال الحجاب أتكلم باسم التنسيقية الرباعية. شكرا لأشواقع. في الحقيقة نيت هذا سؤال، عنوان سؤال أشواقع. اللي واقع هو أنه بالنسبة لهاد المهنيين تاع سيارة الأجرة يعني كيعيشوا واحد المشاكل كثيرة من جراء أولا يعني هاد الجائحة اللي كانت واللي باقا نيت التداعيات ديالها نتاع كورونا، وكذلك من جراء الغلاء نتاع المعيشة، وبالاساس الغلاء نتاع الغازوال. فكنعرفوا بانه الغازوال هو اللي كيخدموا به هاد المهنيين نتاع سيارات الاجره. ف يعني الغازوال اللي دابا اليوم وصل 11 اكثر من 11 درهم و36، فهذا يعني صعيب يعني يثقل كاهل السائقين، لانه السائق الان ولا خدام فقط يعني بدون مدخول. كنعرفوا المستغلين، وهذا مشكل اخر وكيعرفوه المهنيين، المستغلين مستغلي سيارات الاجره اللي كارين القريم يعني كيطالبوا بواحد الاثمنه نتاع الجورني خياليه، ونزيدوها الغلاء نتاع الغازوال، ونزيدوها غلاء المعيشه. يعني هاد الشريحه نتاع المهنيين نتاع سياره الاجره هي شريحه اللي صراحه مهنيه وفئه مهنيه التي تعاني يعني الكثير والكثير. لذا وجب من السلطات ان يعني تنكب على ايجاد حلول المطالب المطروحه عليهم. عبد اللطيف سائق مهني الصنف الثاني. هذا الصنف الثاني كيف هو معروف انه تيعاني في صمت بالنظر للزيادات المتواصله والمتكرره لواحد العدد ديال المسائل اللي هي غذائيه ومعيشيه. مادام انه هذا السائق فتا هو مواطن، فهو كيعيش هذا الغلاء، وبالتالي في المهنه ديالو كيبغي يشتغل باريحيه بالطريقه اللي ممكن ما يكونش تاثر على القدرة الشرائية فعلا ديال المواطن. إذا مني غادي نطالبوا بهذه المسائل فهي بسيطة، وما بغيناش أن السائق دائما تيحاول يشتغل وهو خايف، تيبغى واحد الزيادة بسيطة في العداد اللي ممكن كتخول ليه أنه في آخر المطاف بالنظر لهذ الجورنيات اللي هما غاليين. الجورني هو السومة الكرائية اللي كيخلصها، باش نشرحوا للإخوان، الجورني هو ديك السومة الكرائية اللي كيخلصها السائق في آخر اليوم، لأنه هو باش تخلص واحد 300 درهم أو 250 درهم في اليوم، زائد شنو كتستغل ديال الغازوال في النهار. هنا كنرجعوا للغازوال، الغازوال الغلاء ديالو. إذا هاد المسائل كلها فاش كنجمعوها كتعطي معاناة السائق. ديجا السائق هو كيعاني، ولكن الان ملي تزاد المعيشه وغلاء المعيشه وهذا الغلاء ديال جميع المواد الغذائيه والمسائل اللي كنشوفوا، فراه خاص السائق يرتاح شي شويه في هذه القضيه ديال العداد. معكم عز العرب، نائب كاتب محلي فرع المدينه، الاتحاد الديمقراطي للشغالين بالمغرب. بالنسبه اليوم جينا على باش نبينوا لا السلطات الوصيه ولا المواطنين باننا حنا تنضلوا من اجلكم ومن اجلنا حنا، لان حنا كذلك مواطنين. بالنسبه للتسعيره فحنا ماشي حل جذري يزيدونا في التسعيره، يعني ان الغازوال كل ساعه وكل نهار تيتزاد، واش فين ما تزاد الغازوال غادي نقولوا زيدونا في التسعيره؟ ما يمكنش. الحل تنطالبوا وتناشدوا السلطات الوصيه باش يكون واحد الدعم للسائق المهني في الغازوال، لان هذا هو الحل. مهما ما كاينش الدعم راه ما عمرنا غادي نبقاو ديما حنا في واحد الحلقه مفرغه وتندوروا فيها. نناشد السلطات الوصيه باش يعطونا واحد الدعم اللي يمكن نقدروا حنا نخدموا باريحيه، وحتى المواطن يبقى على القدره الشرائيه ديالو ما نكثروش عليه، لان حنا كذلك مواطنين.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.